اللي مخليني ساكت من الصبح هذا هذا ياسين حينه. سلام عليك بس مهندس، مرحبا، كيف حالك؟ لا ابوي هذا شاغلني عنكم، هذا وهذا شاغلين عنكم، مهندس وائل وهذا مهندس ابو عبد الله. جايين يا حين ياسين ركضه لبسه نخد سوي التخطيطات، وعندك دونك وفتح دريشه وسكر دريشه وما ادري ايش، يعني احسن الحين نتفق على كل شيء قبل كل شيء وبعده. التدبير ابو محمد، كل شغله يبالها تدبير، ان شاء الله التدبير عند الله سبحانه وتعالى لم يسر الله، هذا كله تدبير ان شاء الله. مشكورين مشكورين على تعبناكم ويانا، طلباتنا ما توجف والتعديلات ما توجف، لكن انا افضل من الحين اخير من بعدين عقب ما نسوي عقب يظهر ابوي الغاطغاطين بتحسبون علينا ابو الف بتقولون ب10,000 عقب، لكن الاحسن من الحين نحل الموضوع. افضل طبعا جزيلا باشمهندس، بارك الله فيك. بعدها تفيزير ليش؟ ما كنت طيف، ما كنت اوكي قبل شويه لزوم التصوير. بعد حتى انتم زلمات تحرى هالعوق اللي عندنا نحن. ليش رسمي؟ اي والله دراني شد عمره. شكرا جزيلا باشمهندس، مشكورين جزاكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. متى تتوقع بتخلصون؟ متى بتقدمون حق البناء انتم بلديه؟ ان شاء الله بكره يتقدم الطلب. نعم. من تطلع الموافقه، موافقه بالاستثناء. نعم. تتقدم الاستثناء ما شو نحن بنحتاج؟ استثناء موافقه على البناء. ليش؟ صار عندك ولد بسن الزواج متزوج اوريدي. ايوه. فالبلديه جزاهم الله خير بينظروا للامور هاي. حالات اجتماعيه خاصه. يعطوني يعني موافقه. نزول الحالات الاجتماعيه الخاصه. اي. ما بتحتاجوني لا أسير ولا أي. لا لا إن شاء الله. بارك الله فيكم، مشكورين، شكرا جزيلا. تفطرون عندنا؟ الله يبارك فيك. فكيتوني فكيتوني لأني ما داني عزل عمري في الفطور، أنا زي سويته يا ربي. أكيد ما فهموا. هل يبي لي هدية؟ لازم هي يعني شيء مال أهل رمضان. مشكورين وما قصرتوا على هالهدية الجميلة، شكرا جزيلا. شكرا، اكيد من عندك انت، هاي بين عليه بخيل. جزاكم الله خير، سوي سوالف عاد وياكم. شيد يريد شوي هريس حق نفر سفري، يلا اثنين بيت اثنين هريس. دوارك الحين everybody's know you even the engineering. وين تعرف هاي دواركا؟ دواركا everyday I see you everyday. بعد هي خفيف الحين. يا أبو هالسيارة كم خلاها شغالة أنتم هاي الساعة؟ ما بنتوها؟ والله يا ربي ما علي، سامحونا عادة. لا ما توني يا توني توني يا توني توني يا توني توني يا توني خسلت هلوي يا توني. أكيد مساكم خير ونور وسرور، أنا طيب واموري زينة ومن حسن إلى أحسن، واليوم أبوي يعطينا الوي ومصقول ورقم واحد، وإن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين من عقب ما أفطر بعشر دقائق ربع ساعة بويه جدا ند الشباب في دبي، معزومين على مأدوبة سحور الساعة 10. الساعة 10 ليش؟ لأن اللي بيجي من دبي واللي بيجي من أبوظبي واللي بيجي من الشارجة فيتجمعون العرب الساعة 10، فأتوقع كل سنة هنمون تيمهم فتتجمع العرب يعني عندهم الساعة 10 موعد تيم زين، لا هو قهوة ولا هو سحور ولا هو يعني ولا هي فالة يعني يا مناسبة يعني، وهذا وقت اليوع العرب تظهر من المسيد عقب الصلاة يواع، فأتوقع أن السيرة بتكون مناسبة إذا الله جعلنا من الحيين، فإن شاء الله بنرمس عندهم وبنسولف لين يميل العود ويحتني، وإن شاء الله بنخلص قهوتنا من عندهم ورادين بغبي حيل الذي لا تنام عينه إن شاء الله. وكل الشكر كل الشكر والتقدير والثناء والعرفان لكل الجماعة والمتابعين من صديق وبعيد وجريب، للي أندبوا لي معلومات وافية وكافية عن صندوق الفرج، جزاهم الله كل خير والله يرحم والديهم في ميزان حسناتهم، وإن شاء الله الله يشركهم في الأجر إن شاء الله.
انهم مشروكين في الاجر. كل انسان الدال على الشيء كفاعله، الانسان اللي يدل على فعل الخير كانه اللي مسوينا. ويزاكم الله كل خير وما قصرتوا، وان شاء الله انه انا قمت بالاتصال بمجموعه كبيره من الجماعه في صندوق الفرج، وقالوا لي ان شاء الله ما يصير خاطر كله طيب، بيونك جماعه يا انك تينا او نحن نيك او نطرش لك حد اللي تشوفه مناسب. انا اقترحت ان حد يجيني، وقالوا ان شاء الله بتيك مجموعه ويشرحون لك ويشرحون للمتابعين باللي يقوم به صندوق الفرج، باللي يقوم به صندوق. انا اللي عرفته وقريت مردود الافعال المتابعين شيء يعني يشيب له الراس، يشيب منها الراس من الاشياء اللي تسويها الجهه الخيريه هذه، وما حد يدري بها، ما حد يعرف شو الخدمات اللي تقدمها الجهه الخيريه الكبيره هذه، اللي ما حد يعلم شو مكانتها ووين موقعها وشو علمها وشو خبرها. اساس الناس المحتاج بيجي، واللي يبغي يساعد المحتاج بعد بيوصل، الاثنين مستفيدين، اللي بيعطي واللي بياخذ. مثل هل يقول يا بخت من وفى راسين بحلال، ولا ما يخصه؟ ها موفى راسين بحلال ما يخصه؟ اعتقد قريب من هالموضوع، ليش لا؟ ها صلاح، قلت شبعان ها؟ شبعان عيالك شو؟ عليكم السلام، ممزور بطنك ولا يوعان؟ لا انت انا؟ ايه هي انت وين الحين؟ انت الريوق تريقت والغدا تغديت والحين بتفطر ويا الصايمين صح؟ صح بعد بتفطر الحين وياهم؟ ايه بعد انت؟ انا لا انا بتغدي وياك اليوم. شو اخبارك صلاح؟ تمام. بتي اليوم؟ بالليل بالليل بالليل. انا ما بكون موجود، انا بسير دبي. لا اليوم بسير دبي. انت باكر بتي؟ اليوم ما بتي؟ لا. انزين الله يحفظك. شو؟ خلاص خلاص باي 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 باي. زين السلام عليكم ورحمة الله. إيه عاد كثرت السلامات بالدقيقة هي السلامات. لا ما بقصدي لك، بس جيت ولهت عليكم قلت برمسكم. أقولكم ما عندي رمسة، بس إلا شيء والله لا داخل لمني والطريق، لا عندي خبر لا عندي علم لا عندي شيء أقوله. الحمد لله برمس وياكم وأنا ساير إن شاء الله دبي في الطريق. هي والله بس لا شيء تعلث برمسكم، عرف شو أقول، بس قلت أخبركم. خبركم بسير دبي صح؟ أقول لكم ما شيء سالفة بدون يوم هاك اليوم. أقول لكم يوم يوم بتضحر الشير الهنبار صغيرونه ورد، من تورد تزهر وتبى تغلب ثمر، شو المفروض تسوى؟ تسحلون الورد هذا، بالأخص إذا كانت الهنبار صغيرة. ها من سحلنا الورد هذا لين الحين حتى أسبوع ما كمل، ظهر ورق جديد، يغلب ورق جديد. لأن الأول هي حاطة في بالها تبى بس إلا تثمر، تبى إلا تثمر بس وتحافظ على نشاطها. لا تشس ودودة تشس وتنسحل بويه الوردة وتصير وتظهر ورق، تبى ما تبى حق تغلظ وتغدي وحتى نقوية. ها شوفوا حق الحول، إنتاج الحول، ها هذا كله حق إنتاج الحول هذا. ها شوف شو المكان كله سحلناه. نسحل عنه مثلا، كله نسحل عنه، هذا ما نسحل عنه. قلنا لكم هذا عينه، هذا اللي ما نسحل عنه ازمها هالنمونه على وقفته، على وقفته. لكن اللي نسحل عنه الورد لان عمرها صغير مطعمه فثمرت، فالثمر لازم تشله السنه الاولى والثانيه والثالثه، فعشان يغلب ورق جديد لازم تحس بعمرها ان شلوه الحمال عنها. هذا وايد ضروري، اذا ما تشله ما شي فايده.
ما تظهر ورق جديد لين مدة طويلة. بس بغيت أخبركم عن هالمعلومة اللي خبرتكم عنها كل يوم ورويتكم إياها. الحين جريب يبلغ، توا بادي يبلغ، شو ما شاء الله كله جريب يبلغ، شو ما شاء الله كل وحدة كيلو، كيلو ونص فيهم كمية، شو ما شاء الله توا بادي. هذا عاد بيلدن مرة وحدة، بيتخبل عاد منو بياكل، بياكل وحدة هنتين ثلاث، شو ما شاء الله مرة وحدة. ضرورة التجليب تحت الزراعة، ضرورة التجليب تحت الزراعة، لازم الأرض تكون حافة، لازم الأرض تكون حافة، ما تغدي خرسانة الأرض. ترى الماء الحين تكويد الماء وايد يتحرى، وتكويد الماء وايد زين. ها شوف شوف، لازم الأرض من فوق تكون حافة، وايد ضروري. شو ما شاء الله بعد هذه النوعية بعد جيدة. ضروري ضروري ان الارض تحت الهنبة، تحت القور، تحت الزراعة تكون حافة، ما تكون خرسانة. الخرس ترى تحت الزراعة يسوي بكتيريا وتمرض الزراعة. وشو شابي جليب مثل الفير، الفير من يسقون وخلصوا جلبوا هالارض. تازم ابوي الشمس تدخل في التربة، تدخل في التربة وتغدي الزراعة حافة من فوق، فلذلك ما يكون في مجال ولا بيئة خصبة لنمو البكتيريا. نمو البكتيريا هو اللي يجتل الزراعة، ما يخلي ظهر ورق جديد، ما يخلي يقاوم الأمراض، يخلي حالته تعبانة ودومة متكلف، يعني أمور وايدة. هل خبرتكم عن التحيدون الأول؟ قلت لكم السندو، هذا السندو، هل بلي صلام هم باب لي صلام قدرة قادر. يلا عاد اللي جايب لي اياها انا متناقم ويا نقمه ما شي كبرها، اللي عاطني اياها القوره ما بعاطني مبايعني ما شد عطى حد، متناقم ويا نقمه عوره ما شي كبرها. يلا هذا حين على اهبه الانبوي، الحين بيبلغ قريب، يعني يباله اسبوعين 10 ايام ويا العيد عقب العيد. هذا مرة من تبشر وحدة، شوف هذه، هذا حينه عنوان التبشورة، يعني شوية يباله أسبوع 10 أيام هذه تقطع كامل، ينحط مثل ما رويتكم هاك اليوم إن شاء الله، هاك اللي بتد مخملنا هنا أساس يبلغ. بكشف عنه إن شاء الله بكرة ورا بكرة، برويكم شو التغير اللي ياه، وشو بشرح لكم بالضبط شو سبب التغير وكيف يتغير وكيف يستوي، كيف تغدي ريح تخنينه، شو سبب التقطيع، وليه هذا كله بأشياء علمية، ما برمسات رمسات لسان، لا بأشياء علمية بيجيب لكم أشياء الناس دارسين سنين الله ويعرفون هالأمور كلها. حليلك يا النعناع ما يقول لا، وين ما بتحط ثار، وين ما بتحط ثار النعناع مرة ما شيء وحده وهنتين عنده. حليلك النعناع هذا صديق العرب كلها النعناع مرة ما يخالف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حي الله أبو محمد الغالي، يعطيك العافية، وياك أخوك منصور السويدي. طبعا اليوم مرينا على شفنا وانت عزيز كلوب وتذكرنا توني، فكنا نغني أنا ومحمد توني يا توني توني يا توني. ها محمد اكره الله الوجه يا توني. يا سلام توني، هذا توني اصبح الشخص المجهول في نفس الوقت مشهور، يطلع لنا مره واحده نذكره، يوم يختفي خلاص اختفي علومه. يلا باي باي. Thank you.
كلها تطير طيران ما ادري شو متلحجي اي والله يا ابوكم ان احنا نمشي 130 ما ادري كم بعد يا ابوكم يطيرون كلها العرب قبلنا تمشي هي بسم الله علي الرحمن الرحيم تبارك الرحمن تبارك الرحمن خير خير الخالقين بعد ليت شغال داخل ما شايفه ان شاء الله من تظهر الكتبة سيح عيب ترى لو ما واضح ما يخصني اي والله ايش اسوي اولني ببند الليت عسب يظهر واضح تري ما بنت الكشاف المراد الحين ابوي لفت سيح شعيب ما شاء الله القمر طلع عليكم اليوم القمر اليوم ها يوم قال لك النص هذا النص عاز القمر اليوم عزه سبحانك يا رب الليل غادي تحرى نهار سنا ما شاء الله ملحف دبي كامله هي فريج الحي هاي يقول لك الحي يحييك والميت يزيد غبن الحي يحييك والميت يزيد غبن ما زين اللي هالفريج فريج تيار اصلي يعني ما فريج تيار مستتيرين لا فريج تيار اصلي صروم هنوافيات والحيشان كل حوش اكبر عن الثاني قصور 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 ها كلها ابوي قصور اكرم منها بيوت عاديه هاي ابوي يوم يقول لك قصور شداد بن عاد هاي قصور شداد بن عاد ما شاء الله كل بيت اخير عن الثاني وكل البيبان مشرعه ما شيء باب بابه مسكر كلهن ابوي بيوت ند الشبع بيبانها مشرعه تبارك الرحمن للسائر والياها هذا واحد وين بسم الله ما يواجهوني هلا وش حق اصور بيتنا اظن هاي يسار هذا بيتكم غالي جنة لا عارف عن جد اسكت عاد انت وصلنا الله يحفظكم هذا بيت محمد السعيد بن خدي يلا مشاهده دخل ابن داخل عاد نحن بخصوصي اولا نحن واصلين من وقت ما شاء الله العرب كلها قبلنا كل هالعرب ويا وقبلنا حسين الشعفار مساكم الله بالخير ايش حالك حبيبي خير كيف انت الحين حسين نعم. الله الله فيه نباك تعرفنا ابوي بالجماعه اللي هي هذه كلها من اول بادي حاضر اللي بتروم عليه حاضر طيب ايش رايك اجيب لك معرف الحين يعرفك عليهم كلهم ليه وليه وانت تسد والله طال عمرك في جيل مو بجيل ما عليه خلي الجيل هذا اللي بنعرفه انزين الحين طال عمرك ياسر بخديه انزين وصل هي ياسر بخديه صديق لندن عاد بالمر مرحبا مرحبا بالمر متوايهين لحن ساعة هذا الملا هاك بن حارب قبل يمكن ساعتين يعني مسج والله ما ترى ما عرفنا الا سامي اللي فوق رجال ولا حرمه والله ما اعرف قال كيف انت متناقب ويا ربيعك بالمر ولا قلت له والله اصلاح ويا نحن على تواصل بشكل يومي انزين لا يقولوا لي كيف يعني ما تصير دبي ولا تلاقى وياه وانت تحط تدري اني انا حاط في بالي اني بدق لك تليفون تلاقى وياك اني بيتكم خالي اليوم والله راد انك كنتي من غير ما ادق لك تليفون لا لا انا ياسر متواصل وياي وشفت حطيته على السناب هي نعم نكبتي جزاك الله خير خلاص اصفرين بالحجر جزاك الله كل خير جزاك الله خير من طيبك ودين تربيتك وحسن خلقك انك جيت هالجاي الله يبارك شرفنا بشوفك يا ابو المر احنا كذلك يا ابو الله يحفظك يا ابو المر الحين ابوي حد انا اعرفه حد ما اعرفه من اخواني؟ لا من جماعه هاي موجودين كلهم من اول بادي هاي بنت تريهم ابو عمر الخرجي راشد الخرجي والله والنعم والنعم مرحبا مرحبا ابو عمر ليش؟ مره ما تحرك؟ ستاند باي؟ ان شاء الله والله مليون مرحبا ابو عمر حياك الله يا المتالق الفنان اللي ما حد شراته حياك الله حالك على الله يحفظك كيف انت الحمد لله ما شاء الله الطبيعي فنان عندك تنصات ما شاء الله شو راعي راعي الجيم شو قال راعي الجيم يا رجال بيكسر ميادي فيه كذي هذا عمر براويك يا ما شاء الله عمر كيف حالك هذا عمر هذا كيف حالك عمر كيف انت
الله يبارك فيك يا ابو خالد دبي. انتوا على خالد الخالدي خلكم مكانكم ولا تخلصوا بعد. مو يرد يا رجال الحين انت ليش ما بتجلسون؟ لا انت ولا حسين وين وين بتمشي؟ شاردين 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 يا رب ما معزم شاردين. لا والله ادينا الواجب. ما قصرت احمد طارق ما خبط هالرجال من نواف رستماني. هذا من نواف رستماني وهذا هذا عبد الله وهذا نواف ما شاء الله عليهم. يعني الله يحفظهم. هي والله هاي مشكله والله مشكله هاي مشكله وايد كبيره يعني. حليل حليل ضايع في الطوشه. مرحبا 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 ابو محمد تكيت يوم عقيت العصي. يلا وين احنا سايرين؟ اول لا وين زين سال عبد الله بن طوق. وين منهم عبد الله بن طوق؟ هذاك عبد الرحمن محمد. وين هذا؟ وين عبد الله بن طوق منهم؟ هذا يعني عقب عبد الرحمن محمد ولد منو من قبل طوق؟ ولد سالم بن طوق. ولد حياه سالم الله يرحمه. ايه زين خالته عفراء. ايه هي الله يرحمها. طال عمرك هناك عبد الرحمن محمد. ايه والله والنعم والنعم. ايه والنعم. صلاح خوري. وين هيوة؟ رقم 2 الخوري والله. ثلاثة محمد المطوع. زين ونحن سايرين منه. هذا طال عمرك تعرف أبو عمر. أبو عمر ما شاء الله عليه المذيع المخضرة. إيه طال عمرك. وهناك عندك محمد العامري. زين عقب ولد أبو عمر. هيوة. وعندك محمد السهيل. نعم. زميل دراسة وصديق قديم يعني. ما شاء الله. وعندك طال عمرك بخوت هذاك. بخوت صديق قديم. حليلة. عندك خالد الزرعوني. اي نعم. وانت عاد وانت عاد ساير. وانت اقول لك والله والله المدن 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 مرحبا يا شيخ. هذا عبد الله. عبد الله بن محمد بن خديه. اي نعم زين. لا نحن البيت اللي وراه. البيت اللي وراه طال عمرك. البيت اللي وراه. ايوه. لا قبل لا مجاب المسيح. ايوه بقول لك الميلس. اي نعم. الميلس من الشيف للشيف. ها هذا يطرو الميلس من الشيف للشيف. ان شاء الله ان شاء الله. البيت اللي ورا. يا ابو كراسي احتياط. لا لا البيت المقابل. البيت المقابل. البيت المقابل. البيت المقابل. البيت المقابل. اي نعم بالضبط. لا 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 المقابل المقابل البيت اللي ورا. المقابل. اوكي. مليون مرحبا ابو محمد. هذا محمد بن راشد بالقطري مزروعي. حد من ابو ظبي حد من دبي حد من شارجه ولا لا من كل مكان ما شاء الله يعني. ما حتى هذا محمد بن راشد ولا محمد راشد بالقطري. ايه ما شاء الله ما شاء الله. ايه هذا هو كبار كبار ولا هونو كبار كبار ولا هونو. ياسر انت طيب. انت طيب ويهك سمح. الله يطول عمرك. على هالاساس العرب بتيكم عروقكم طيبه ناس طيبين وحشراتكم. الله يطول عمرك. اي والله الله يبارك فيك. منو يابر بن عبد الله؟ الحين يابر بن عبد الله قيواني يا ربي امسات وايد من خارج. شو جدولكم الحين انت في رمضان؟ جدولنا البث المباشر من 8 الى 10 على سما دبي ونور دبي. نعم. ايه وان شاء الله كل يعني شو شيء جديد؟ ما في شيء جديد يستوي؟ لا الجديد في مكالمات الناس يعني الان الناس عن المسايد عن الاسعار هذه الامور كلها اللي تنصفي عن الدوامات في رمضان. نعم. فهذا الجديد يتجدد بالمشاهدين والمستمعين. بارك الله. بس المهم انهم يتمون مكالمة وما يخوزون. ما بيخوزون؟ من متى من الساعه كم للساعه كم؟ من 8 الى 10 من الاحد الى الخميس. يا الله يحفظك يا حياك الله. جزاك الله خير. وايد وايد نافعين عرب. وايد ناس مبسوطه منكم وانت والرجل مناسب في المكان المناسب. جزاك الله خير يا ابو عمر. على الله يحفظك. انا فرحت بشوفك والله والله. حياك. فريد الشعافره وهم جايين. حسين الشعفار سار يا جمال. جمال وعيالهم واخوانهم وعيال عمهم فريد الشعافري جاي يعني كلهم من جميرة تبارك الله. حد يارس وحد واج وعيل الميلس ما شاء الله عليه كم اكبر لكن سبحان الله عرب وايدين عرب وايدين.
سب خديجة. نعم. هذا الرجال منو اللي عدالي؟ خالد حسين من شباب المصريين الطيبين. نعم. اسمه خالد. معقولة؟ هي خالد صح عليه؟ صحيح. خالد حسين بعد؟ من المطرب الكويتي خالد حسين. ما له هو. أيوة. زين علي. مذيعنا الفنان المتميز المتألق دوم. ما تقصر يا خالد. عمر. شو تعني لك قناة سمد بي؟ أنا قناة سمد بي مؤسسة دبي للإعلام. إيه. 30 سنة الآن أكمل فيها. أما قناة سمد بي فهي الروح النابض للإمارات لأن تنقل أيضا الشأن المحلي. فقناة سمد بي من القنوات أيضا اللي نتمنى إن شاء الله دائما أن تكون روح الإمارات مثل ما أسميها أنا. وهي روح الإمارات. الله يبارك لك. نعم. من صبت الهدف في التسمية. صبت الهدف. لا بالعكس أنا مثل ما قلت لك أبن المؤسسة والقناة هي أحدى أيضا قنوات مؤسسة دبي للإعلام. أتمنى لنا التوفيق وما أتمنى له لأن أنا منهم فيه. جزاك الله خير. كفو ويستاهل. وإن شاء الله أنت الشخص المناسب في المكان المناسب. جزاك الله خير. جزاك الله خير على كل. لا هذا ولد سالم بالطوق. هي حياة عفرة عمته. هي مقصود مقصوره يقول لا. ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن. يلا الله يرحمك يا محمد بن خدية. الله يغفلك ويرحمك. أيوم أقول لك مخلف ما مات في حياتك وفي مماتك. الميلس ما شاء الله هاي يقول لك من الشيف ليل الشيف بيتفتق من أطرافه كثر العرب ليون. هذا كله لأجل صيتك اللي كان من أروع ما يكون يعني لك الجنة. ها خالد شيء طبيعي ما عرفت لي ولا كلمة من اللي أنا قلته صح؟ يا عارف كل حاجة طبعا. والله قرب الله تكمل بهي الدرك. من وين؟ 25 سنة هنا في الإمارات. ما شاء الله. هذا الله يحفظكم. سعادة الدكتور السفير دولة الإمارات في أذربيجان دكتور محمد بن أحمد بن هامل القبيسي. والله مليون مرحبا بالدكتور. والله مليون مرحبا. هذا بن حارب عاد ريحته الطيبين. هذا يرانا الأول في الرفاعة. سق الله هاك الزمان يزينها من ييره. هالجماعة أبو بيت رخصوهم ما طاعوا يلسون من لو عيالهم. وهذا محمد بن سعيد بن خدية. أحمد بن محمد بن سعيد بن خدية. نعم. وسيف كيف حالك لخليت منك؟ والله مليون مرحبا بريحة الطيبين. كيف أنتو؟ كيف حالك لخليت منك؟ مبروك عليك الشهر. الله يبارك في حياتك. الله يخليك. شو أذربيجان؟ أذربيجان والله زينة وقاوية. رقيص؟ رقيص يا شيخ. أخبار طيران الاتحاد هنا؟ زاد أول حين الاتحاد الحين 5 أيام في الأسبوع. ما شاء الله. وسيف استاهلون الناموس. شوفة أبو خالد البارحة وتشريفه لكم. شيخنا تاج راسنا جيته لكم ويا فرحتنا ويسعد حظنا ان اليوم سلمت عليك وانت البحر مسلم على ابو خالد. الحمد لله ويسعد عمره ان شاء الله. امين ويسعد ويسعد ويانا ونورنا الله. الحمد لله. الله يبقيك ويطول عمره ان شاء الله. تستاهلون تشريفه لكم. هذا شيء وايد كبير. والعرب كلها العرب فرحت كأنه جاي البيوت كلها لأنكم أنتوا عيال الناس كلها وهل الناس كلها. فلذلك كأنه زار العرب كلها. نعم هو ترى منه وفينا. الله يطول عمره إن شاء الله. آمين ويحفظه. آمين آمين. ويا بين إخوانه. جزاه الله يطول عمره. حافظه راح نبركه إن شاء الله في ذريته. آمين إن شاء الله. يحافظه من كل شر وغل. آمين إن شاء الله. ويمد بالعمر الطويل يا رب العالمين. إن شاء الله. آمين إن شاء الله. الله يخليك إن شاء الله. شيء من الصور البارحيات موجود. كان شيء عندك ويا ابو خالد الله يطول بعمره. شيء حصري بطرش لك اياها ان شاء الله. الحين بظهرها. الحين بطرش لك اياها على السناب ان شاء الله. خاص زين وحي العسب اني اعرضها الحين. دق الحديد وهو حامل. ان شاء الله بطلع ان شاء الله. هذا الله يحفظكم هامل ولد احمد بن هامل. الله يخليك. نعم. وهذا عمر ولد احمد بن هامل. ما شاء الله. عمر انا اول مره اشوفك وانت سالم. ما قد شفتك. بالرغم ان ابوك
ابوك وما يا عيال عم. سبحان الله كيف حالك؟ لا خليت مقدر ولا انت نفس بشرتنا نفس فيك من الخديه من الخديه وايد ابي شويه. الله يبارك فيك يا حافظ خليك ان شاء الله. زياره الشيخ محمد بن زايد لكم البارحه في المنزل في منزل عائله شو كيف كانت الطريقه؟ هل في ترتيب في موعد في شو كان؟ الله يطول عمرنا الحين بس ترى خبر عند البروتوكول انه ترى متجمعين ربعنا الطيارين متجمعين الليل عندي وما ادري ما ادري قالوا يمكن يجي يمكن ما يجي زين وما وعينا ونحن نفطر الا السلام عليكم. لا اله الا الله. نعم الله يحفظه ويطول عمره ان شاء الله. امين يا سعد حبكم. اي نعم والله ابرك الساعه يوم ويانا وانه يعني شرفنا حتى واستانس ويانا الله يحفظه وذكرنا الايام الاوليه وياه ويمكن في السير والربع ما شاء الله استانسوا بوجوده وكانت شيء جميل يعني مفاجاه جميله جدا يعني كانت سبحان الله شيء جميل جميل يا سعد حبكم. هذا ابو خالد وهاي طباعه ما نتوقع منه الا هالشيء. الله يحفظه ويطول عمره. راعي واجب من استوى. نعم نعم الله يطول عمره ان شاء الله. الله وصل الشيخ محمد بن مستور الله يحفظه كالعادة العام في نفس الوقت وصل وحضر ويا هنا حتى يبقى ربع الشيخ بعد غير ما شاء الله عليه شيء فتم الشيوخية ربع الشيوخ ليش مشي فتم شيوخية الله يحفظها. نايف هذا نايف هذاك اللي قبله منو؟ هذاك نواف هذاك نواف هذا نواف رستماني وهذا عبد الله رستماني وهذا بنو بلا عليك هذا نايف ابو حمد ما شاء الله عليك يا ابو حمد كيف حالك؟ الله يسلمك يحفظك. مديان لا والله العظيم يا جمال الشعفار من يشوف حد من المزاريع يني نونه انسطر انا ابو هل كذا؟ محمد ما يحتاج طلب. لا حول الله قوة. طيبته الله يحفظه. وعليك زود. يلا تشوفهم على خير. الله يحفظك. بالمر. شو سالفته الجمال؟ قريب ترى مزاي. إيه مزاي بالله عليك. الحين تتزامطني هالرجال شركة شو عنده بالله عليك؟ ما زمان قول. ما زمان قول لي. ما مازة. ها؟ مازة. لا مازة. مازة مازة. احنا صدق بالمر لو تسوي سوالف انا صدق والله اي والله وانا راس مالي هنا بيتين وزامط بهن ما شاء الله الشيخ محمد بن مجتوم اخلاق وطيب وادب واحترام ويجدر من العرب كلها يا الله يحفظه يطول بعمره يعلم من يابك الجنه يعلم من يابك الجنه يا ناس الاكرام علم يابك الجنة محمد بن سعيد بن خدية يه له الجنة ونعيمها خالي الله يغفر له. هذا ويا الشيخ حمدان بن راشد الله يطول بعمره يه له جنة الخلد يا ابو احمد من الصور النادر القديمة الشيخ حمدان بن راشد ويا حياة خالي يا ربي مجدم هالصورة ويا حياة الشيخ زايد على هالجنة اللي تبي خلينا نصور عاد يا الله الكشافات ها بيوت التيار كلهن كشافات حتى تصور استغفر الله العظيم. هذا ويا حياة راشد بن سعيد لا اله الا الله الله يغفر الهم. مرحبا مديو مرحبا بولد خالي يا فديت ويهك تعال ابوي تعال يا لا خلينا منك تعال ابوي تعال ما شاء الله ما شاء الله هاي الرستماني يا محمد الرستماني الله يحفظهم كلهم تبارك الرحمن يا سعد حظهن ابوي اللي باخذها تنكب هذا عزاب تمزح دورني يا عزاب الله يحفظكم ما شاء الله شوف ابوي عمره بالقهوه ودخلوا ابوي تسحروه العرب كلهم من شيخ ومن عشيري وانا شوف ما شاء الله العرب بارك الرحمن أيوة بالعمالة ما تروح تصور من داخل بالعمالة أنا ما فيها أبو عمر شو رأيك في التجمعات اللي هنمونه؟ أولاً جزاهم الله خير عيال المرحوم محمد بن خدي سنون سن حسنة عن أبوهم
جزاه الله خير، كان هو اللي يجمعنا بعد وياهم ويراوينا. انت كان صورت هاي صورت هي الصور اللي موجوده هاي تحكي تاريخ ترى سبحان الله وعلمهم وعن شيوخ دبي. اللهم لك الحمد، جزاهم الله خير وانت شرفتنا هني في دبي. جزاك كل مكان ترى دارك ومرضاك. جزاك الله خير، الله يطول بعمرك من طيبك واحسانك يا ابو عمر. الله يبارك فيك. انا هذا بيت خالي وانا كل سنه هيهم ايهم الايام العاديه، لكن مناسبه رمضان كل سنة وديتين. الحين أسبوع هذا عندهم عزيمة، أظن أسبوع الجاي بيكون عندهم عزيمة. الله أعلم بعد أسبوع الجاي أي ولا لا، بس سدني عزيمة وحدة أنا. لا الحمد لله زين. طمنا أخوك صلاح شو أخبارك؟ يسرك حالك بخير وسهالة. خير. لا عمي. ها ما شاء الله. لكن شوية البترول عندك يعني. هذا محمد بن ياسر يترخص من الشيخ يقول عطان. يلا شيخ محمد بن مجتوم الله يحفظه ويا محمد ويا الدكتور محمد ويا سعادة الدكتور محمد بن أحمد بن هامل القيسي سفيرنا في أذربيجان، وهذا عبد الله بن محمد بن سعيد الخدية، وهذاك طارق الجماعة ما شاء الله. الشيخ محمد بن مجتوم الراشد الله يحفظه ويطول بعمره في ضيافة أبناء المرحوم محمد بن سعيد بن خدية في ند الشبع، زيارة رمضانية دائمة. يعلى الله يحفظك يا شيخ، جزاك الله خير ما قصرت، يعطيك العافية. الله يحفظك يا علاء، الله يحفظك، يعني فيكم العافية أبو عمر، الله يعطيكم العافية، يطرح لك البركة في عمر أخوانه. مرحبا أبو محمد، مرحبا كابتن، الله يحفظك. عاد هاي عيال أحمد بن هامل وأحفاده كلهم سايبين يسلمون على خالتهم خديجة بنت هامل مخلفة حياة محمد بن سعيد بن خديجة الله يغفر له ويرحمه. صار عاد الحين زيارة داخلية أو عائلية، ممنوع التصوير وممنوع كل شيء. يا ربي عاد هاي من الجواهر بنت هامل، من جواهر الكون اللي تامه لين اليوم، هاي من النوادر خديجة بنت هامل. ما شيء كرات ولا استوى شرات، إن شاء الله بقرب يخلوني حذر بيها العرب. ما ودي والله إني بخاطري أصور لك، ما شيء تصوير ممنوع ممنوع التصوير. الصورة ما زينها. شيخ خليفة بن زايد الله يطول بعمره ويحفظه، الشيخ أعتقد الشيخ محمد بن زايد الله يطول بعمره، الشيخ منصور أظن، الشيخ محمد بن بطي، الشيخ محمد بن راشد، خالي محمد بن زيد يا له الجنة. صورة أسوالها الدنيا كلها. زيارة الشيخ محمد بن زايد لكم البارحة في المنزل، في منزل عائلة، شو كيف كانت الطريقه؟ هل في ترتيب في موعد في شو كان؟ الله يطول عمرنا الحين، بس ترى خبر عند البروتوكول انه ترى متجمعين ربعنا الطيارين متجمعين الليل عندي زين، وما ادري ما ادري، قالوا يمكن يمكن ما يجي زين، وما وعينا ونحن نفطر الا السلام عليكم
ما إله إلا الله. نعم الله يحفظه وطول عمره إن شاء الله. آمين يا سعد حبكم. نعم والله أبرك الساعة يوم ويانا، وأنه يعني شرفنا حتى واستانس ويانا الله يحفظه، وذكرنا الأيام الأولية وياه ويوم كنا في السرب، والربع ما شاء الله استانسوا بوجوده، وكانت شيء جميل يعني مفاجأة جميلة جدا يعني كانت. سبحان الله شيء جميل جميل يا سعد حبكم. هذا أبو خالد وهذه طباعه ما نتوقع منه إلا هالشيء. يزاهم الله يحفظه ويطول عمره. راعي واجب من استوى. نعم نعم. السلام عليك. ايش حالك؟ حي هالويه وينه؟ عدالنا لا؟ هي عدالكم يا عبد الله خديجة. يا مرحبا يا مرحبا. تعالنا ما شفناك يا اخي. هذه الله يحفظكم إحدى الهدايا اللي وصلت بمناسبة قرب موعد زواج ابننا الغالي أحمد اللي هو في تاريخ 20/7. فهاي إحدى الهدايا اللي وصلت، وحاولت أني أذكر من وين أو من منو، لكن أبوي اللي أندبوا الهدية قال أبوي لا تطري، أنا عادة إذا شيء روحي أطري من وين ياي، لكن هاي بالذات حددوا وقالوا لا تطري. لا تطري من وين؟ قلنا لهم إن شاء الله لا تطري إن شاء الله، لكن عادة اللي طرش وما يقول لا تطري ولا أطر ولا لا تطري يتم خاتل، نطري نحن لياي لأن ما بنعمة ربك فحدث. يا غير بها حددوا لا تطري ولا تقولون. المهم للي طرش شكرا جزيلا، سواء كنت ذكر أم أنثى هذا أنا عارف، لكن شكرا جزيلا ويعل عمرك طويل ومشكور وعمرك بخصوص بكرة إذا الله جعلنا من الحيين إن شاء الله، أن بيوني ضيفان الساعة 10 المساء ويستوي تصوير جميل وفنان ومشاشراته زيارة رسمية شبه رسمية، ويكون فيها في ضيف شرف جاي يعني من مكان بعيد مع مجموعة من أبوظبي، يعني شيء وايد جميل بيكون ترتيب إن شاء الله بكرة الساعة 10. فلذلك أتوقع لبكرة اليوم ترى ما صرت التمرين باكر ما بسير ما يستوي فش اللي بيستوي الله يحفظكم، باكر بسير أتمرن العصر الساعة 5 سير أتمرن ساعة ونص بيسدني بين كارديو ومشي وحديد، وأول مرة بتمرن عاد وأنا صايم، لكن ما بشل زيادة وزن خفيف خفيف يعني، والله يقويني إن شاء الله، وباكر إن شاء الله المساء بتعرفون الأخبار كلها. الشيء هذا وايد زين والموضوع يهم كل أسرة في الدولة وكل الناس يهمها، يعني الموضوع هذا بيستوي عندي باكر يهم أي إنسان. يا ربي كأني بخبر شو الموضوع، لكن الأخير حسب يكون موضوع تشويقي أني ما أخبر ولا أطري إن شاء الله لين باكر. هذا هنا يلا بسد لينا لا جي حد، هاي روحها مصيبة.
الله كريم.